اليوم والاسبوع الجاي والشهر، كل ما طول ما احنا قاعدين لن نتكلم الا عن هذه الازمه، الازمه الكبيره جدا اللي تهدد باشياء خطيره جدا مش على النادي الاهلي، على الدوري العام المصري كله. الحقيقه الجزء الثاني من هذه الحلقه خاص بالفنيات وتحليل، او من هذه الفقره خاص بالفنيات وتحليل مباراه الاهلي وفاركو السابقه ومباراه الاهلي وطلع الجيش القادمه اللي هي غدا ان شاء الله. بالمناسبه الماتش الساعه 7، ماتش الساعه 7. ابدا بيك يا دكتور احمد. اولا تصريحات كابتن عصام عبد الفتاح مع زميلنا كابتن ابراهيم فايق وما قالوا وخاص بالنادي الاهلي ويمس النادي الاهلي وجمهوره طبعا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن عصام عبد الفتاح في البدايه امبارح اتكلم في حاجات كتير، واضح ان هو يعني انا شايف ان هو عنده مشكله مع النادي الاهلي وعنده مشكله مع كلاتنبرج في البدايه كده. ليه؟ يعني لو جبنا حتى التصريحات هنلاقي ان هو بيقول عصام عبد الفتاح الاهلي الاقوى في المنظومه الرياضيه وحزين على مستوى البند. لو نستعرض التصريحات على طول معانا، بعد كده بدا يتكلم حتى على الجون اللي هو في مباراه الاهلي وفاركو. لو الناس يعني لو في ناس بتنسى، احنا هنا مش بننسى، لان هو بيحاول ان هو يقول حق مش حقيقي الكلام ده ما حصلش. ادي اول نستعرض التصريحات اهو، قال ان الاهلي الاقوى في المنظومه الرياضيه. طبعا هو في تحس ان في مشكله ما بين الكابتن عصام وما بين اللي حاطط النادي الاهلي في دماغه قوي وكلاتنبرج. كمل هات التصريح اللي بعده، شوف التصريح اللي بعده هنلاقيه بيقول برضو بيتكلم على ان كلاتنبرج، يعني هو بيتهم كلاتنبرج على الهوا ان كلاتنبرج زي في خط للنادي الاهلي. خط التسلل يعني. وبعدين انت انا سمعت كلاتنبرج حاول التلاعب في خطوط تقنيه الفيديو عشان يثبت صحه هدف الاهلي، على اساس ان كلاتنبرج ده ابن الاهلي مثلا يعني، على ولسه كان جاي. لا انت سمعت القصه من كابتن ناصر؟ انا هقول سمعت القصه. ده انا هقول لحضرتك ثلاث حاجات. لا انت سمعت القصه حصلت ان ايه؟ ان هو جه بعد الموضوع ده بثلاث اربع ايام، بثلاث ايام اتعرض عليه فيديو امام لجنه الحكام بالكامل، فقال لهم لا المفروض النقط تبقى على الكتف ما تبقاش مش عارف ايه كلام طبيعي. يعني لو انت اتسالت هتقول هذا، لو حد خبير تحكيمي يعني هيقول هذا الكلام. ده انا هرد على عليه بقى بثلاث حاجات. اول حاجه خلينا نتكلم في الهدف، نستعرض الهدف مع بعض ونشوفه. اتفضل. نجيب اللقطه اللي بعدها على طول. الهدف هنلاقي ان راي جميع خبراء التحكيم يا كابتن اسلام في اللعبه دي، انا هتكلم الاول فني يعني تحليل فني للحكام، كل خبراء التحكيم اجمعوا ان هذه اللعبه تم الغاء هدف صحيح للنادي الاهلي. المباراه دي كانت امتى؟ كانت في الجوله 28 بتاريخ 3 اغسطس، اهو ده الهدف قدامنا 2022. المباراه دي انتهت 0-0. كان حكام المباراه احمد الغندور، احمد حسام طه مساعد اول، هاني عبد الفتاح مساعد ثاني، مبروك نبيل كان حكم برضو كان المساعد، ومحمود عاشور كان حكم الفار، واسامه السيد مساعد حكم الفار. فانت بتتكلم ان اولا الخطوط دي اترسمت غلط. ليه اترسمت غلط؟ لما سالوا الحكم محمود عاشور فقعد قال ان التقنيه مش حديثه، وهو شافها بعينه يعني كلام كابتن محمود عاشور ان هو شافها بعينه ان الهدف النادي الاهلي صحيح، بس لما جه يرسم يستخدم التقنيه لقى ان الخط طالع كده. ده اول حاجه. هات بقى اللي بعدها راي جميع خبراء التحكيم، يعني راي كل خبراء التحكيم قالوا ايه في اللعبه دي. كابتن ناصر عباس، كابتن سمير عثمان، كابتن رضا البلتاجي، كابتن قدامنا اهو قدامنا على فكره موقع يلا كوره كريم يوم 4 اغسطس، ماذا قال جميع خبراء التحكيم في مصر على هدف الاهلي الملغي امام فاركو. رضا البلتاجي رضا كريم يعني ماشي. ما هو رئيس تحرير الموقع بقى. لا هو اصلا اسف يعني دي لعبه اصلا محتاجين نعمل فيها كل لا احنا مش محتاجين. بس احنا بنرد وبنذكر الناس. هل يصح ان واحد بقيمه كابتن عصام عبد الفتاح يقول مثل هذا الكلام؟ استلم المايك. سمعته؟ طبعا. انت سمعت الكلام؟ سمعته. انا مش سمعته، انا اتفرجت على المفروض يعني الفقره دي كانت 31 دقيقه. أيوة. انا سمعت ال 31 دقيقه كامله عشان افهم ايه السياق. تخيل حضرتك انه السياق ما كانش السؤال على الماتش ولا على الكره دي ولا على اي حاجه. أيوة. ولا على اي، هو كان السياق ان ابراهيم بيقول لكابتن عصام، بيقول له كابتن ابراهيم بيقول لكابتن عصام ايه؟ بيقول له يا كابتن عصام انت كنت بتقول لي على حاجه عايز تقولها او موقف عايز تقوله، فلو سمحت اتفضل قول. انت متخيل يعني هو كابتن عصام عايز يطلع يقول الموضوع ده، مش سؤال اتساله فانا مثلا بجيب لا ده انا مرتب انا هقول ايه وعايز اقول ايه، فاهم الفكره؟
بوسكيتس اسلام كابتن صعب فتاح. طب معلش خلي احمد طب ماشي اوكي تمام مفيش مشكله. هنجيب جميع رايه جميع خبراء التحكيم نستعرضها نلاقي رضا البلتاجي قال من وجهه نظر الهدف الذي سجله الاهلي صحيحا وفقا للزاويه المعروضه المدافع قدميه الاثنين داخل منطقه الجزاء. نجيبها بس قدامنا ناصر عباس الكابتن ناصر عباس قال لحظه استلام بيرسي تاو لكره الهدف كان في موقف سليم وتم راس خط الاوفسايد بشكل خاطئ. ياسر عبد الرؤوف نستعرض بس الصوره يا جماعه اللي كانت معانا من شويه. ياسر عبد الرؤوف الغاء هدف بيرسي تاو امام فاركو قرار صحيح بسبب التسلل ومحمود عاشور من الحكام المميزين على تقنيه الفيديو وله خبرات طويله. الحكم المساعد محمد صلاح قال هدف بيرسي تاو صحيح بنسبه 100% وهدف وخطوط التسلل مرسومه غلط. الكابتن سمير عثمان قال مساعد الحكم كان يقف في مكان ممتاز اثناء كره الهدف الاهلي الملغي مدافع فاركو كان يبعد بمسافة 15.4 متر عن المرمى وبيرسي تاو كان يبعد 15.5 متر وهذا يعني أنه لا يوجد تسلل وهدف الأهلي صحيح وقرار الحكم المساعد صحيح. إذن أنت بتتكلم أن كل خبراء التحكيم يا كابتن عصام عبد الفتاح أجمعوا أن النادي الأهلي تم إلغاء هدف صحيح ليه في الجولة 28 وبالمناسبة النادي الأهلي خسر الدوري ده وتعادل في الماتش ده خسر الدوري ده في عهد الكابتن عصام عبد الفتاح. النادي الأهلي خسر 2 دوري منهم دوري ب 15 نقطة من أخطاء تحكيمية. يبقى احنا جبنا راي خبراء التحكيم. الحاجه الثانيه هو بيقول ان كلاتنبرج كان في يوم الماتش ده كان يوم 3 اغسطس. كلاتنبرج اصلا وصل القاهره يوم 6 اغسطس يوم 6 اغسطس يبقى ازاي هيرسم الخط؟ اللي حصل ان كان في قعده اول ما جه كلاتنبرج فالحكام كانت بتعرض عليه رايه في القرار ده يعني او في اللعبه دي فقال لهم ان الخط مرسوم غلط فاتفقوا كلهم ان التقنيه لازم يتم تحديثها وكان سبب رئيسي في وكان سبب رئيسي الماتش ده لو كان النادي الاهلي كسبه كان يقدر يكمل وينافس على الدوري. الحاجه الثانيه هقول لحضرتك حاجه ان الكابتن عصام عبد الفتاح بيناقض نفسه. هو بينتقد بريرا في تعيين محمود البنا واحمد الغندور وده غلط على فكره برضو لان هم اخطاوا في ماتش الزمالك والمصري اخطاوا ما كانش لازم ان هم يتعينوا تاني عشان عملوا اخطاء. هو بيناقض نفسه بيقول ان ده ما كانش بيحصل في عهدي. لا ده انت محمود عاشور نفسه لما غلط في المباراه دي اللي انت بتتكلم عليها اللي هي مباراة بتاريخ 3 أغسطس وكان حكم فار انت عينته حكم فار بعدها بست أيام يوم 9/8/2022 في الجولة 30 كانت مباراة بيراميدز وغزل المحلة. مباراة بيراميدز وغزل المحلة كان حكم الفار محمود عاشور وحكم الساحة أمين عمر وبالعند في النادي الأهلي. فأنا مش عارف مشكلة الكابتن عصام عبد الفتاح إيه مشكلته مع النادي الأهلي. وعايز اقول برضو حاجه تانية مهمه جدا الكابتن احمد مجاهد امبارح طلع في حوار مع الكابتن سيف زاهر قال تصريح خطير جدا جدا قال ان بعد رحيل كلاتنبرج في الفتره اللي هي ما بين كلاتنبرج وما بين بريرا كان في تعيينات بتيجي بالتليفون وكان في تدخل ولما جه بريرا منعها عشان كده احنا كنا بنطالب بحكام اجنبي بحكم اجنبي يمسك رئيس لجنه التحكيم. ليه؟ لان كان في الفتره دي زي ما احنا كنا انت في الفتره دي احسن فتره للتحكيم فتره التحكيم الاجنبي رغم ان بريرا عنده اخطاء كتير جدا السنه دي. لا ده كفايه الخطا بتاع ماتش بيراميدز وهنتكلم في الكلام ده كله ولكن احسن من أسوأ المواسم التحكيميه اللي حصلت كانت في عهد الكابتن عصام عبد الفتاح. ما انا ده اللي انا قلته في بدايه كلامي انه يا كريم على الرغم من ان هذا الموسم هو موسم سيء تحكيميا هذا الموسم الحالي هو واحد من أسوأ المواسم تحكيميا ولكنه افضل